أدخل تعريفي بطب جراحة القلب والشرايين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. جراحة القلب والشرايين هو الاختصاص الذي يعنى بالجراحة اللي تجرى على القلب والشرايين. وإياك نعرفوا الجراحة هذه، لابد أن نعرفوا الأمراض اللي تصيب القلب واللي تحتاج للعمليات. أولا، القلب في حد ذاته متكون من ماذا؟ القلب هو عضو مسؤول عن ضخ القلب، عن ضخ الدم في الجسم، استقبال الدم من الأوردة وضخه في الشرايين. هذا العضو له مكون من عضلة جوفاء، هي عضلة القلب، مكون من صمامات، مكون من أوردة وشرايين لغذو ذي العضلة هذه. وأي شيء يصيب واحد من هذه المكونات اللي هي قلنا أنها العضلة والصمامات والأوردة والله الشرايين القلب، هذا ثلاثة، أي شيء أصاب منهم لا يصاب هذه العضلة بهذا العضو بمرض، وبالتالي لا يعود قاصر عن أداء مهمته. زيد عليها أن القلب هو عضلة ذاتية. إيش معناها؟ معناها أنه ما هو محتاج لأي عضو آخر ينبهه إياك يقوم بشغلته، نعم عنده حركة ذاتية يقوم بها. وبالتالي لين نقبض القلب، وهذه ثبتها العلم، أنه لين نقبض القلب ونفصله عن بقية الجسم، لين نديره سيوة من الدم لا يتم يشتغل، وبالتالي هو حركته ذاتية. وهذه الحركة الذاتية مهمة جدا، ويصيب فيها اضطرابات، ولين اللي يصيب فيها اضطرابات يعود القلب ماتلة ذاتي، محتاج انه ينبه، محتاج انه يستميله. والله ما اللي إلى عاد ينبه يا غير ذا التنبيه الكهربائي اللي فيه معي يمشي من مكان إلى مكان آخر من القلب، يعود فيهم اللي يؤدي ذاك التباطؤ في نبضات القلب، ويؤدي ذاك يحتاجهم اللي العمل تدخل الطبيب الأكثر، تدخل جراحي. إلينا نرجعوا لنفصلوا هذه الأمراض الذهية، اللي نشوفوا أولا أمراض الصمامات، أمراض العضلة، أمراض الشرايين، أمراض الحركة الذاتية. زيدي عليهم مرض خامس، والله زاد فئة خامسة من الأمراض، هي أمراض التشوهات الخلقية اللي تخلق عند الأطفال، وهذه ما اللي معني بها جراح القلب للأطفال. وبالتالي هذه الفئات الخمسة من 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 الأمراض، أمراض الصمامات منتشرة جدا للأسف في موريتانيا، وهي سببها أساسا في قسمين غير بعض، اللي منتشر منه في موريتانيا هو اللي قالوا ريماتيزم القلب. ريماتيزم القلب عبارة عن التهاب يصيب القلب، وأصله شنو؟ أصله التهاب في اللوزتين. هذا مرض منتشر في الفئات الضعيفة، ونحن كان موريتانيا كاملة تعتبر فئة ضعيفة، وسببه بكتيريا ستريبتوكوك بيتاي موليتيك يصيب اللوزتين بالتهاب، ولين اللي يصيبها الجسم يدافع عن راسه، يعني يقتل الجرثومة، يقتل الجرثومة فعلا يا غير، عقب تخلطوا عليه الأمور شوي، ويعقب الأجسام المضادة اللي هاجمت الجرثومة تعقب تهاجمهم اللي القلب، ويؤدي ذاك التليف في الصمامات، ويؤدي ذاك للمشاكل دي. هذا مرض منتشر حتى في موريتانيا، ويصيب فئة من المجتمع للأسف فئة فعالة اللي هي الشباب، هو ذا يخلق عندي شاسرة يا غالي، عقب مرض القلب يظهر عند الشاب 20 والله 25 سنة. كانوا في حال تعالج بالعاجلة مزادة، هذا كانوا نعم، وقاعد قد تتم الوقاية منه، هو حد قباض الشاشرة، وتم كل مرة يصيبهم التهاب لوزتين يخرصهم، لأن يعود الالتهاب لوزتين إريثيماتوبيلتاسيا، معناها أنه فيه احمرار شديد وفيه شعايد على يم الفرارة بيضاء على اللوزتين، لأن اللي يعطيه مضاد حيوي ما يخلق ما يعني نعم. يعود وقاية مستقبلية نعم. نوزين شنو هي ذيك أبرز الأمراض اللي منتشرة في موريتانيا، أمراض تصيب القلب أكثر انتشارا؟ نعم، نحن قلنا تكلمنا عن الصمامات، وقلنا أن هذه الصمامات أنهم اللي يصيبوا رجاج للأسف دائما يصيبوا الشباب، يعني يصيبوا الرجاج الكبار غير ما هو بنفس المرض، ما هو مرض هذا الالتهاب ريماتيزم القلب. يعني بعد ريماتيزم القلب يصيب أساسا الشباب، وأعراضه بسيطة، شاب والله شابة اللي قوطر الله يجري يدهش، والله حتى يلقى في امور الحياه العاديه يدهش، اذا يطلع مطالي عيده العدل شوي، اذا يوصل لمرحله عقب ذا خفقان المقبل معه هو شنو يا غير بعد ضيق تنفس، حد يخلق عنده ضيق تنفس،
قصور في التنفس عند الجهد. هذا عند القيام جهد كامل. عند القيام جهد، في الاول لا يعود جهد متين، ولا عقب تم لا يزاد من زاد، وينعود حتى في الليل من غير جهد لا لين يتكي يجي ذاك ضيق في التنفس. وبسيط عاده تشخيصه سهل، لان ما يجي لاي طبيب ويعرض عليه الامور بالطريقه هذه، ما قال له يعطيك تشوف طبيب قلب ولين عاد له تنفس القلب. المشاكل اللي تعود في القلب كان يمكن تؤدي لمرض اخر اي عضو حيوي في جسم الانسان، كلية ولا الرئة ولا لين ذيك مرحلة، لين شفتي عضلة القلب لين تضعف فيها بحد ذاتها، يعود القلب ما تلقى يقوم بواجبه اتجاهه. القلب مسير عبارة زاد محلية، حتى مسير على الأعضاء الآخرين بالدم، لابد أن يتم يمشيلهم صائرتهم كل دقيقة كل ثانية كلها، مع عنده حجم ما معروف من الدم يوصله. إلين اللي يعود القلب عاد عاجز عن أداء ذاك يؤدي المشاكل. مثلا إن يعود القلب ما يقد يواكب المجهود، ما حد قاعد معافي ما حاسب شيء، غير اللي تلاقي يحرك اللي تلاقي بذل المجهود، الجسم محتاج للطاقة، محتاج لان الدم ينزال. لو القلب ما هو قاعد يواكب ذاك لا يؤدي انه يتعب، لا يؤدي انه يدهش، لا يؤدي انه قد يدوس يفقد الوعي. الين اللي يعود ما الدم ما يوصل بطريقه جيده مولي للدماغ، قد يؤدي للتزقنين، قد يؤدي لفقدان الوعي، قد يؤدي للجلطه. الين ما يوصل بطريقه كافيه للكلى لا يؤدي مولي الكلى مات لا يؤدي شغلتهم، وبالتالي مات لا ينظف الدم، وبالتالي لا يعود في قصور كلوي. هو بالنسبة لأمراض الشرايين هذه والأوردة، من دراهم شين هي أسباب، ما هي ذيك اللي كان من دراهم بهم أسباب أخرى، ما هي وراثية لا الأسباب اللي هذه اللي قلت لك هي العوامل الخطر لهم، غير نحن قلنا أنهم يقدوا ينسدوا، والمرض الثاني شنو يقدوا يتوسعوا. الشريان يقدر يتوسع، يعود بدلا من كان سنتيمتر واحد ولا سنتيمترين يعود عاد 4 سنتيمترات 5 سنتيمترات. وبالتالي شنو الخطر هون؟ الخطر ان الشريان يعقب يطرطق، ولين اللي يطرطق يدي ذاك النزيف. وبالتالي الشيء للشريان لين اللي يعود مسدود حسب المكان اللي هو فيه. انا هون خليني نعرج شويه على انسداد الشريان في الساقين، في الساقين بالذات. لماذا؟ لانه مرض منتشر جدا، ولانه ياسم الناس يعود فيه ويعود عنده علامات غير ما يقيس الطبيب، ما يشخص بطريقه سهله. حد عنده مثلا انسداد في الشرايين، انسداد حسب الحاله، اذا عاد انسداد حاد معناه حتى ما هو حاسب شيء لين جو فجاه انسد الشرايين، هذا يؤدي له الالام حاده في الساق، يؤدي له نكراع وعود بارد، اصبعه ما يقدر يحركهم ولا يتحكم في كراعه ولا في اصبعه. هذه الأطراف يعود باردة ولا يقدر يتحكم فيها، وفيها آلام حادة، هذه ثلاثية بسيطة، آلام حادة، برودة في الأطراف، وعدم القدرة على تحريك الأطراف. هذا دائما يخرج ليه المرض السكري والله؟ ما هم بالضرورة يقدروا المرض السكري، قد يعود أي حرقاش عنده مرض في القلب، والله عنده ذي العوامل الخطر اللي قلنا، والله مريض سكري. مهم أن حد كامل يضبط المشاهدين، حد كامل وجعه صاقه بطريقة مفاجئة حادة جدا، وحس ان كراعه بارد ولا تقدر يحرك اصبعه، يعرف يقيس طب مباشرة. ويا حبذا لو جاء المركز الوطني لامراض القلب العادي قد نعم اياك يشوف يتاكد ان ما في انسداد في الشرايين. اذا عاد صار انسداد خلق لفترة طويلة من الزمن، كيف تاش؟ كيف حد تم يكميوس من السنوات وتم الشرايين لا ينسد 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 الين عقب انقلق، هذا يعطي دائما الوقت للجسم انه ينبت عروق اخرين بدل العرق دي، وبالتالي يعود ما حد قاعد ما هو حاسب شيء، يغيرين اللي قوطه يوجعوا صقانه ويوجعوا لحمه الرجل بالذات. وبالتالي هذا خاص بالشرايين، ان حد لا يتم كل تقريبا يقول لك انا ماني حاسب شيء غير لا لين اقطع 200 متر، لا لين الحق البوتي اللي قدام الدار يوجعوني لحمات رجلي، غير ما شاء الله لا لين نوقف 5 ثواني يطلسوني ونرجع عمودي ونمشي اذا ما في مشكله. لو اريد ان نقول عنهم روايه بسيطه ياسر، شفت الوريدة قدوا ينسدوا، يغير ذاك ما هو مرض قاع جراحي على كل حال، مرض يخلق دائما عند الناس ما يتحركوا. كيف تاش؟ كيف المرأة اللي يمكنها برات، المرأة يمكنها تعطي فترة قاعدة ما حركت، خصوصا لما تعود تدير دق جري الدم ولا زاد تموع تميل. نعم نعم به اللي الوريدة ما فيهم ضغط، ما كيف الشرايين شد الوريد ما فيه ضغط، وبالتالي يعقب يقد يتجمد الدم في ساقها. لذلك لا ننصح المرأة اللي يمكنها برات انها تم قاعدة كثير يفرض عليها المجتمع وتم قاعدة في بيته،
لاك ما يتواسى يلا تتحرك، وعاد عندها ظروف ما تقدر تحرك بيهم، مثلا تحرك على الاقل في بيتها تقوطر، ثم تقوطر تسقن تحرك نعم نعم، وتبي تحرك السقان هي ما وساتها تدير بعد دقات على الاقل يمجعوا. هذا اللي اكد ان دور الرياضه انه اساسي بالنسبه للمرضى. نعم نعم، فيه مرض الصخر منتشر واكثر هم اللي يدير مره عن العلاج، اللي هو اللي ينقالوا الدوالي. الدوالي ينقال العروق، يعودوا ظاهرين في سقان العليات والله في رجليهم، ويخلقهم اللي عند الرجال وياسر عند الرجال هم اللي تاني. هذا مرض وراثي، مرض وراثي ويؤدي للانتفاخ في الوريد عندهم، ما عنده ما هو خطير. في اعراض؟ لا اعراض، لانه يعود مولاه يسورق اللي يعطي ياسر واقف يفتر ويسورق سقانه، ويعود مليوك يظهروا فيه عروق. دائما قاعد العليات يجوا اساسا جايبهم لانه ما زينه حتى شفته، والسبب جمالي اساسا ومن ناحيه جماليه ما هو بالقال عليهم، ويكثر اثناء الحمل انت الواحده موجوعه يزداد حتى فيها، ولاني اختفى الحمل تقريبا يختفى معه يا غير مع الوقت ومع تكرر الحمل يتم لا ينزال. ما كان مشخص بصيغه يطاح مباشره طالوا علاج؟ نعم نعم، سهل قضيته لين اللي ينفطلوا سهل جدا، وعدلوا تلفزه ياك واكل منه، وادويته ثلاث امور. واحده تعس المراه ولا الراجل من يعود يرفد الحال، السمنه تزيده. ثانيا يعس من كثره الوقوف، الناس اللي مثلا اللي فيها هذه الدوالي ما تقدر تشتغل مثلا حراس سنتينلات، ولا تقدر تشتغل في بليده دائما مولاها واقف كيت بواب والله شيء، يعني تقدر تشتغل سكرتير، تقدر تشتغل في بيرو، تقدر تشتغل في يحرك والله صندري قاعد عسكري ما عنده مشكله فيه. المهم لا كثره الوقوف بالذات ما هو منصوح به. ثانيا ما يقدر يشتغل ملاها يعود منصوح انه ما يشتغل في بليدات حاميه حتى، كيت ما يشتغل في فور والله يشتغل في مصنع والله يشتغل في حمام، هذا ما يقدر يشتغل فيه لان ارتفاع درجه الحراره يصير. نعم، من ناحيه العلاجيه فما طريقتين يقدروا يعالجوا بها. واحده ارتداء الجوارب الطبيه خارجين دي شوست ميديكال، يلبسهم رقاش، تلبسهم المراه ولا الراجل المصاب، يعود كاتبهم للطبيب ويقابلوا مقاسات ويكتبهم له، ثم يلبسهم عصبه. ما يقاطع الحد يكون كامل، ومدرا كان هذا هو السوارق اللي يقولوا لي بواها. لا السوارق عرض، شفت نحن عندنا مشكله ثقافتنا الطبيه مدخل الاعراض في الامراض، هاي كارثه. السوارق تنقال الالام في الصيغه من اسباب السوارق الدوالي، عندها يسر من الاسباب الاخرين يقعد عندها اسباب امراض الظهر، امراض الظهار، امراض الريماتيزم، الانسداد في الشرايين، دار يقول لك النبات مسورق. سوارق لا الام في الصعب، هي غير مجرد عرض ما هو مرض. الحاله العلاج لو خارجنا تكلمنا عن الجوارب، العلاج الاخير هو الجراحه، يقعد حد يقلع عنهم العروق اللي هم، عمليه بسيطه تعدل ما عندها اي مشكله، وينقلعوا ذو العروق ذوهم يا برام ولي ملاهم يا غير. لا ينسى انهم يقدروا يرجعوا عقب 10 سنوات 15 سنه. نعم يعود ما يقعد الروايات اللي انتهى عنهم انه يرفد الحال مثلا، والله يعود يشتغل في بلده دائما واقف، والله يشتغل في بليده حاميه، والله يعطي ذاك الشنقال يعود عاس منه. زين هو دكتور نجوا العمليه وعدلت عدل الفريق الطبي لارجاع قالب الطفل صدره، تكلمون عن هاي العملية وعنها كأول عملية تجرى هون، هو طاقم طبي متكامل موريتاني. زين شوفي بالنسبة للطفل عملية وعدت عادلها أكثر من سنتين، والجراح قال الأساسي ما كان أنا، كان الدكتور يعقوب المحمد الصغير أنا عاونته فيها. ما كانت عملية معقدة راهي من باب الأمانة، ما هي رواية معقدة، هو اللي كان شوي مثير فيها بالنسبة لكم أنتم الصحابة إن شاء الله تبقوا روايات. إنها المرض بحد ذاته نادر جدا. اوكي شين قالوا مرض كنترل ونادر، يجبر منه واحد على 10 ملايين ولا 15 مليون ولاده، وبالتالي مرض نادر، والحالات اللي منه منشوره في المجلات الطبيه ما تعدى 60 حاله في العالم، واغلبهم الاغلبيه الساحقه يموتوا، 80 الى 90% منهم يموتوا يا بعد فرصه لحد يحاول. هو كان طفيله مسكينه، طفيل بريتو جاي من كي هيدي، طبعا تشخيصه كان سهل لانه قلبه كامل خارج القفص الصدري، معناه ما كان محتاج قاعد وسائل. واتصلت القابله عندها رقاش في المركز الوطني لامراض القلب، واتصلوا بي وقلت لهم انه اشبه يعود في قسم الاطفال عند الدكتور يعقوب، وشفنا الحاله، قررنا ان نعيد ارجاع القلب للقفص الصدري، وعادت وفعلا ما كانت عمليه معقده ولا حد يقبض القاشوش،
ويحاول يعصر وسط القلب، عصرناه وسطه بطريقة مثلا مدروسة، إلا أن المريض توفى على ذاك 36 ساعة، وهو قلت لك أنه العالم الآخر 80% إلى 90% من حالة الوفاة. غير من ذلك ما هي قبال إن فوسكم دي، ما هي مثلا الرواية باهرة للعمل الجراحي بحد ذاته، اللي كان يعني عملية القلب المفتوح هذه تحدثنا عنها. بالنسبة لعملية القلب المفتوح هي زاد اللي في حد ذاتها ما هي عملية باهرة، حتى لأن نحن إلى الآن وصلنا قريب من تقريبا 250 عملية قلب مفتوح اليوم في موريتانيا، نعم في المركز الوطني لأمراض القلب، على مدى قريب من 10 سنوات، اللي هي من الساعة اللي نشيل المركز الوطني دار تعود قريب من 100 منها في المركز الوطني و150 سابق إنشاء المركز الوطني لأمراض القلب. يا غير خاصية العملية إنها وعدلة بطاقم موريتاني متكامل، معناها الجراح ومساعد وكانوا موريتانيين، وأهم من ذكر الممرضين، وأنا هذا مهم عندي الممرضين إنهم موريتانيين وهم نحييهم لعدلة. نعم المخدر كان موريتاني، المخدرين الاثنين كانوا موريتانيين، وفني الدارة الدموية كان موريتاني، وهي شفت عملية نحن إعادة الثقة للموريتانيين في الجراح الموريتاني وقد يعدل هاي العملية. الجراح الموريتاني ما فيه قبال مشكلة ثقة، ما شاء الله هون جراحين كبار حتى تبارك الله عن مرضى عندهم فيه ثقة. لا هي كانت بروتوتيب، كانت نحن شفت نحن متكونين في مدارس مختلفة، طبعا ذاك اللي يجون الفرق نشتغلوا يا غير ما نعودوا نحن قبالهم اللي يعود اغلب الطاقم الطبي ما هو دائما موريتاني، يعود مثلا فني الدارة الدموية اجنبي، الممرض اللي لابس موريتاني، جراح موريتاني معاه مساعد. مع جراحة القلب والشرايين راك عادي تولاوها موريتانيين بصفة كاملة؟ لا شوفي، لا لا ذيك العملية وعدلت كتجربة ونجحت الحمد لله، كانت ضرورية نحن بعد قاعد اللي عاد ثقة بيناتنا احنا ما هو قاعد للمواطنين، هذه القضية الأولى، غير ما اللي كانت لإثبات للإدارة أن الأمور ماشية على البرنامج اللي نطرح. كيف قلت لك إدارة المركز الوطني لأمراض القلب عندها استراتيجية للنهوض بهذه الجراحة اللي وهذه قلنا أنها تمركزت على أربع أمور، العامل البشري والحمد لله هو أصعبها راهو العامل البشري، تكوين ولأنه طويل، ولأنك تقدر تكون جراح والله ممرض والله فني ويقضي عليه يقيس دولة أخرى والله يقيس مجال آخر يبدل رأيه، هذا ما موجود. نحن بارك الحمد لله عندنا فريق شبه متكامل، ما زالوا قلت لك ناقصنا أساسا المخدر، عندنا مخدر يا غير ما هو هاني معانا في الوحدة. لماذا؟ لأن بكل بساطة ما عرفت أنك تعرفين المخدرين ناقصين حتى موريتانيا، موريتانيا كامل فيها 7 مخدرين والله 8 العدد ما هو قل، وبالتالي هو زاد مالي عنده مستشفيات اخرى يشتغل فيهم. دارك اللي نرجعه ان شاء الله فيه مخدر نتحرى ونجي يعود هاني معانا ان شاء الله ونقدر نتمنى عدل عمليات يوميا. من ناحيه الامكانيات طالبين اجهزه تجينا، فيهم داره دمويه جديده، فيها جهاز اشعه متحرك، فيه اجهزه اخرى بسيطه، انهم تكلفتهم الماديه مولي ما خارج هذاك، للاسف البيروقراطيه صعيبه. وياك انت نفس موضوعنا شنو هي بعد ما قبلنا شو المشاكل اللي يعاني منها هذا التخصص هنا في موريتانيا بصفه عامه؟ مشاكل في ياسر مشاكل تبدا بعد قاع بعدم وعي المرضى، مرضى ما هم للاسف الوعي الصحي، الثقافه الصحيه عند المرضى ضعيفه، وحتى انهم ما يساهموا في الوقايه، هذه القضيه الاولى. القضيه الثانيه يعودوا مصابين بالمرض ولا هي لا لا بعد مرحله متقدمه، نعم نعم، ويعود رقاش بهم اللي مرض في الشرايين مثلا والله، وعود يداوى عن مرض اخر على اساس انه قندي والله، على اساس انه فتره والله قطع في القاشوش والله الى اخره، هذه مشكله مطروحه. وبالتالي نحن هون مثلا نضرب لك مثال امراض الشرايين، جراحه الشرايين ما عندنا في اي مشكله، هون الاجهزه موجوده والمعدات موجوده والكادر البشري موجود ما في شيء، ومع ذلك نحن في عامين عندنا قريب من 54 عمليه شرايين، هذا شوي مقارنه مليون 4 ملايين من الرقم 3 ملايين، يعني خرصوا مثلا انا كنت في مراكز في تونس ولا فرنسا، هذا ما هي شغلة شهر، هاي ما هي شغلة شهر واحد من المراكز، هذا عايد لاش عايد أساس مشكلة التشخيص، المرضى ما يشخصوا لين هو تويل حقو يلحقوا مراحل متقدمة، عاد واحد جاي لابد اليوم تتعكراو ما تلوم عدل ويش. مدرجة بتحسسي هون كانكم متوقعين قاصر عن تأدية مهامه، مثلا من ناحية عود فيه ورشات تحسيسية للمرضى، من ناحية تقديم نصائح وإرشادات كيف يتعايشوا مع المرض بما أنه مرض مزمن،
تكلمون عن ذلك؟ نعم، فيه نقص قطعا في التوعية عند المرضى، هذا لا شك فيه، وهذا عائد الأمور عدة. واحدة ولا ما رجع لأن الكادر البشري قليل، مع نصايبين نعودوا وفوري ومولان كموندي، ما نقدر نعود نداو واحدين بالتوعية وذا كامل، لأن مازلنا بعض ناقصين للأسف. يا غير مولي المجتمع المدني ما هو قائم بدوره المنوط به المجتمع المدني، وهذه المنظمات الأهلية للمرضى نظريا يعني كل تقريبا طب يعود في منظمة للمرضى، مثلا مرضى القلب يعود أي رقايش طاري للمرض يجي هذه المنظمة اللي يقول له بس هذا عادي، نحن راعينا نعاونوك وذي الدورة وراك نجبر عند الفلانيين وهذا المرض اللي ده وشبه اللي تراله كذا، ويعاونوه ونعثوا له يقولوا شوف أنا ذا في المرض اللي 15 سنة والله معدل عملية قلب مفتوح، نحن عاوشنا مرضى ونعرضوا عليهم عملية القلب المفتوح يبقى يقول لي قد شفت حد حي يقول له راعي مكثر من شتبارك الله سألتهم تحسيس انه ما خالي بدلا من اني يعود واقف قدامي مريض ويقول لي انا براسي معدلالي وراعيني الحمد لله اللي هنا 15 سنة عايش به ولا عندي مشكلة، ذاك يشجع وفي الرجوع نفسه وزين ناهي شو اكل واقع جراحة القلب والشرايين في موريتانيا. طبعا لا يتكلمون عن المركز الوطني لأمراض القلب اللي تم إنشاؤه 2009 لتخفيف الضغط عن مركز الاستطباب الوطني، شن هي واقع هذه الوحدة حاليا والله هذا المركز تخصصي؟ المركز الوطني لأمراض القلب عنده إدارة قبال هي اللي تعطيكم التفاصيل على الموضوع، هي غير نعرف بعد اللي فيما يخص جراحة القلب والشرايين وأمراض القلب عموما. قطعا ظروف المرضى تحسنت كثيرا لا شك في ذلك، اليوم أي حد عنده انسداد في الشرايين ولا عنده أي حالة مستعجلة في أمراض القلب عموما لين اللي يجي الحالات المستعجلة لأمراض القلب تشخيص قد يحلل القلب، نعم التشخيصية والعلاجية الأمور عاد تحسن حتى الحمد لله، وتوفرت في طاقم طبي متدرب والحمد لله ظروف عاد تشبه. فيما يخص جراحة القلب والشرايين تخصص ناشئ في موريتانيا، بدأ 2002 مع بعثات أجنبية أمريكية أساسا، وعقب ذلك جاءوا بعثات مغربية تونسية سعودية فرنسية ودارت ياسر من المرضى شيء أكثر من 150 عملية قلب مفتوح وعدلت في ذيك الفترة. من 2009 من إنشاء المركز الوطني عدل لأمراض القلب عدل برنامج للطموح لوضع وحدة لجراحة القلب والشرايين، وذيك الوحدة وكل لها أساسا أول هدف هو الاستقلالية، أن فترة معينة نعود لاكتفاء ذاتي عندنا ما ترينا محتاجين نجيب بعثات خارجية. وجراحة القلب كيف تياسم الجراحات الأخرين وكيف تياسم التخصصات عندها ثلاث عوائق، واحد العامل البشري لابد يعود عندك كادر بشري مدرب متخصص مؤهل ومدرب، ثانيا لابد يعود عندك منشأ بناية ومنشأة صحية معدة بشكل جيد، ثالثا هي الأجهزة، ورابعا لابد ذلك من شيء قالوا هذه خاصية لجراحة القلب هي فيهم كاملين، يا غير بعد أكثر حساسية لجراحة القلب هي المستلزمات، خالد شين قالوا لو كونسومابل كل عملية قلب ذي اللي تذكر فيها في كل عملية فهم كم هائل من الأمور الصغيرة اللي تستخدم فيها ينقال لو كونسومابل ولا المستلزمات، وذيك ما هي موجودة في ما كانت موجودة في موريتانيا. بالنسبة للكادر البشري المركز الوطني لأمراض القلب عدل برنامج لتكوين كادر البشري، وذا البرنامج سابقا شو الكادر البشري من ترى هون كي تساؤل مطروح لي مريض القلب شين هي الخدمات اللي قدمها المركز الصحي الخدمات المجانية؟ المركز الوطني لأمراض القلب عنده مصلحة للشؤون الاجتماعية تقوم بتقويم الحالة الاجتماعية للمريض، ولين اللي عود المريض شن قال له معدم والله ذاك وثابت انه ما عنده باش يتكلف، نحن في وحدة جراحة عدلنا كم عملية قلب مفتوح تكلف ملايين للناس ما عنده 5 ويات ولا فيهم اللي يدفع فيها 5 ويات، الناس اللي ظاهر انها قد تشارك يخلصوا ملي مبلغ رمزي 600,000 وبيجة رمزي راهو جراحة القلب، والناس اللي اعطاهم لنا عنده تأمين صحي هذيك رواية أخرى
التأمين الصحي. الناس اللي ما عندها التأمين الصحي هون تستفاد من البعثات الطبية. البعثات الطبية لا يجوها، البعثات الطبية تجي لمساعدة الفريق المحلي في التكوين أساسا. والبعثات الطبية ما تجي معها شيء. ما تجي معها سبه يجي كلها نعم كلها يجي رافد الباس على كرتابل على ظهره. ما جي معناها لا ما يشكوا المرضى أنهم انها معدات والله شيء عاطينه بعثات، لا في بعثه واحده فرنسيه هي تجيب معها شيء من المعدات. ولذلك دائما نعود اكثر الناس اللي الفقراء حتى نوالوهم ذيك البعثه. الكادر البشري كاحد المعوقات. الكادر البشري لحد الان في جراحه القلب تقريبا تم التغلب عليه، لان الكادر المركز الوطني لامراض القلب اليوم عنده جراحين قلب، واحد في فرنسا دكتور حيم ولده، واحد موجود هنا اللي هو انا. عندنا طبيب مساعد متدرب ممتاز جدا دكتور طالب خيار موجود معنا. عندنا جراح صدر موجود معنا اخ سوري دكتور نجيب وممتاز وحال ياسر من المشاكل وجراحته. موريتانيا تحتاج عشرات الاطباء جراح القلب غير ما هو خاص بجراحه القلب. تخصصيوس من تخصصات ما فيها رقاش، والله فيها رقاش واحد. هذا يعود لنشأتنا احنا الحديثه ويعود مولي الناس الدوله ما قطعت قبال عندها تدخل واضح في توجيه شن قالوا قطاع الصحه بتخطيط واضح، ما قطعت رؤيه هيك واضحه. ثانيا تكوين جراح قلب يقبل 15 سنه، معناها اذا قررت الدوله بارك انها لا يتكون شيء من جراحين قلب اللي تقبلهم بعد من سنه الاولى طب لا تحتاج ل 15 سنة لين تقبضهم فاتوا عدوا اطباء عامين احس بيقلعي 7 سنوات من 15 قال لك 8 سنوات. اذا ها ما هو شيء، هذا هو اصعب شيء غير بعد جراحين قلب ومعاهم مساعد ومعاهم واحد بارك الحمد لله لا يتكمل في المغرب، هاي مرحله وهذه نواه قد حد يبدا بها. بقصة العامل شبه الطبي، العامل شبه الطبي عندنا ممرضين، المركز الوطني لامراض القلب ابتعث ممرضين يتدربوا في المغرب وفي تونس، والان الحمد لله عندنا 3 ممرضين غرفه عمليات، وعندنا ممرض داره دمويه خارجيه وهذا احد العوامل المهمه، عندنا ممرضين للتخدير، وعندنا 6 ممرضات للعنايه المركزه. هذا الشيء تقريبا الفريق تقريبا متكامل. نظرك ان شاء الله راجين انه يجينا ممرضين اخرين، ان يجينا طبيب تخدير بالذات، عندنا طبيب تخدير ننتظر ان شاء الله مجيه وان شاء الله يجي لين ان شاء الله نتحصل على ذا العود بعد اللي قالوا الكادر البشري ان شاء الله تعود حلت مشكلته. بالنسبه للمنشاه نحن الان نشتغل في منشاه قديمه موجوده في طب زايد، ما هي مبنيه حسب المعايير الدوليه، هي غير بعد كافيه شيئا ما، كافيه فيها غرفتين عمليات، فيها عنايه مركزه من 7 اسره، فيها وحده للتعقيم، وفيها معظم الاجهزه اللي ندور، وفيها وحده حجز من تقريبا 16 الى 18 سرير. هذا موجود، ما هو اللي يغير بعد حال المشكله. وثانيا مولي نحن عندنا دارك مشروع بناء مركز وطني لامراض القلب، وبالتالي نحن في هذا المكان له ولا بطريقه مؤقته راجعين ان شاء الله لنا بعد 2 والله غير نعود نقيسوا. نعم بالنسبه للاجهزه نحن تقريبا عندنا اللي يلا من الاجهزه. عندنا ماكينه داره دمويه خارجيه غير مشكلتها انها ماكينه قديمه. عندنا اجهزه الات تنفس، عندنا غرف عمليات تقريبا مجهزه. نحن بالطريقه اللي عندنا اليوم نقدروا نشتغلوا الا ان الاجهزه قديمه وان فريق شاب لا هي يبدا ما نقدروا، لان اللي جبنا زملائنا في الخارج وفي اطار وضع استراتيجيتنا الاستقلاليه والله زاد الاستقلاليه بشغله جراحه القلب. اول شيء اتفقنا عليه انه فما نقاط يعني تتبدل، مثلا منها اقتناء داره دمويه خارجيه يصير ماشي للسيركيلاسيون اكسترافيرال، اقتناء بعض المعدات، اقتناء شمل الامور موجوده حالا والله مستغنين عنها حالا، يا غير المده لا تعود تبدا والمده لا تشتغل بطريقه يوميه وبطريقه ذاتيه ما تقدر تشتغل بها. في 2014 اللي دارك تقريبا اسبوع ولا 2
قدمنا هاي النتائج في تونس من 2012 ل 2013 عدلنا 740 عملية، 301 عملية 2012 و439 عملية في 2013 بمعدل تقريبا في حدود 35 عملية شهريا. اللي نزيدوا عليها شهر يناير وفبراير اللي يمكنهم تعداوا زيديهم 97 عملية، وعدلت في شهر 2014 اللي هو عدد المجموع 837 مريض. اللي نخلصوا بالتفصيل هذه المرضى شو عدلهم نلحقون تقريبا الثلثين اللي هي تقريبا 60% من هؤلاء المرضى، وعدلوا لهم عمليات ناسو اللي هو قال لهم ليفيستيل، عمليات بسيطة جدا غير عمليات ذات طابع استعجالي اللي عنده الناس اللي يحتاج التصفية دياليز. نخرصوا جراحة القلب المفتوح للأسف مازال تقريبا أقل من 10% 9%، جراحة الصدر 7%، جراحة الأوعية تقريبا في حدود 10% تقريبا 11%، فيها أمور أخرى كيف عمليات البتر 2%، عمليات القلب اللي ما تحتاج لدارة دموية خارجية زادهم اللي مازالوا ما بين 3%. هذا نفس تقريبا التوزيعة كانت موجودة 2012، 2013 لاحظنا شوي زيادة عندنا في عمليات القلب وعمليات الصدر، دورنا في نعتها لكم مرة أخرى، وهذا مودي متواصل 2014. لين خرصوا لا عمليات القلب المفتوح عدلنا 75 عملية قلب مفتوح، معناها 75 مريض متوسط العمر كان 26 سنة أساسا نساء، وكلهم طبعا كانوا في حالة متقدمة. أساسا اللي عدلنا لهم تبديلات صمامات 78% كانت جراحة صمامات و22% جراحة شرايين إلى آخره، وأساسا بدلنا الصمامات، هذا تبديل صمام هنا تاجي، تبديل صمام أبهي، وتصليح الصمام، والله مولي إغلاق ثغر في القلب، هذا تقريبا نفس الشيء. فقدنا 6 مرضى للأسف اللي هي نسبة وفيات 8%، نسبة مقبولة شيئا ما في منطقتنا، لأن يعني تقريبا نسبة الوفيات في العالم الآخر ما بين 3 إلى 5%، نحن كنا قاعد نتوقع شيء أكثر من ذي، غير في ستر مولانا الحمد لله فقدنا 6 مرضى للأسف الله يرحمهم، يا غير باقي المرضى اللي هي قريب من 68 مريض الحمد لله معافين. هذه هون عملية اللي ذكرنا قبل، عملية تبديل أول صمام بفطاء فريق موريتاني متكامل، هنا معايا الدكتور طالب خيار والأحمد طالب طبيب جراح الآن في إطار التكوين، وإن شاء الله يعود باطل يكمل إن شاء الله ظرف التكوين ويعود جراح معنا بطريقة فاعلة. بالنسبة لأمراض الشرايين والله زاد جراحة الشرايين للأسف، شوفي دين تخرصي هون ان في 2000 اللي الاحمر هون 2013، تشوفي ان جراحة الصدر مشينا من 2012 من 7 عمليات الى 44 عملية، جراحة القلب من 24 الى 43 عملية. اذا انت خرصي جراحة الشرايين للأسف 2012 كانت 29 وهذا الشيء قاعد شوي حتى، و 2013 23. هون مشكلة حقيقة، المشكلة اساسا في التشخيص، وهذا الشيء غريب مع انه عندنا سكانير موجودات، سكانير في المكشفات موجودين، حتى هون مثال سكانير الأونكولوجي اللي هو سكانير ممتاز حتى ويقدر يعطينا صور جيدة جدا. عندنا قاعة قسطرة في المركز الوطني لأمراض القلب تقدر تؤدي لنا التشخيص، وحتى ساعات تؤدي للدواء، وهذه للأسف المرضى المشكلة المرضى ما يجوا لهم موجودين. في 2012-2014 عدلنا 52 عملية جراحية على الشرايين في المركز الوطني لأمراض القلب، أغلبها الحمد لله كل بالنجاح، مع أن عندنا عدة مرضى توفوا وفيهم اللي للأسف أدى وصيب معناها بانسداد في العرق اللي ركب له واحتاج لعملية بتر. هذا هنا على اليسار نعت لك أول مريض راجل من الطنطان كان عنده انسداد في الشريان، في الشريان في الزر العصري في ساقه اليسرى، كان جاء عنده خمورية في الأصبع وركب له عرق مقلوع من كراعه العربي وانقطع عنه الأصبع وبرا، وشفته لي دوارك شهرين تقريبا ولا ثلاثة، شهر واحد في 2014 أموره جيدة الحمد لله. هذا هو طفيل أصيب حادث منزلي وكان عنده انسداد في 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 الشريان من عند الركبة، قطعنا هون الشريان وراي الصورة بدمين وركب الشريان
والحمد لله خاف ما عنده اي مشكله. دكتور نصيحه اخيره لمرضى القلب والشرايين، وشنو هو اللي مولي باختصار يختص لي فات اللي طالب انتم به ككادر متخصص في المجال من اجل انكم نصيحه نصيحه للمرضى الموريتانيين بالذات الى حد اللي ينصحهم بوقايه من امراض القلب قبل الاصابه به. اولا بالنسبه للاطفال معالجه التهاب اللوزتين هذا ضروري. ثانيا بالنسبه للبالغين الرواجج الكبار يعسوا من السمنه ويعدوا الرياضه، نعم، واللي فيه تنسيون الله يفيد السكر مع نهايه العالم يداويهم ويعود عنده دواء منتظم. بالنسبه لشنو هما مطالبنا احنا مع ياسرين الحمد لله، يا غير بعد نحن اللي نطمح له حقيقه، واذا ما هو خيال اذا واقع نطمح له ان خلال اشهر ان نقضوا معناها نعود عندنا عمليات قلب مفتوح تجرى يوميا في مركزنا، وعندنا الحمد لله المؤهلات البشريه، الفريق اللي معايا مؤهل بارك الله جزاهم الله خيرا. ثانيا ما قادنا شيء كبير، نحن عندنا نشتغل هنا في ظروف احسن من ظروف زملائنا اللي في المغرب ولا في تونس. عيال اللي يجونا يقولوا عنا ثم نحن ظروفنا يعود اشبه منهم. قال لنا شو من المعدات البسيطه وخصوصا المستلزمات، انا ما اتكلم عن المستلزمات لان المستلزمات غاليه جدا. لابد الدولة تساعد فيهم، لابد الدولة تساعد فيهم لين اللي يوفروا ان شاء الله دار الله يفتح مولانا. شكرا لك دكتور خالد واللي سلموا لبي اخصائي امراض القلب والشرايين، كنت ضيفي خلال هذه الحلقه. كما اشكركم مشاهدي الكرام على حسن المتابعه، واشكر فريق العمل ابو بكر كانتي ميمونه من تحضير. انتظروني في الاسبوع المقبل وحلقه جديده من برنامج عين على الصحه، والى ذلك الحين هذه تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.